فضيلة الشيخ عطية صقر، هل يجوز للزوجة شرعا إذا تضررت من حياتها مع الزوج أن تطلب الطلاق من هذا الزوج؟ ذهب الإمام مالك إلى أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة كالضرب والإكراه على عمل منكر، وعلى صاحبة السؤال أن تثبت هذا الضرر بالوسائل المعروفة، فالبينة على من ادعى. وإذا اقتنع القاضي بأن سلوك الزوج فيه ضرر شديد عليها تصعب معه المعيشة طلقها واحتفظ لها بكل حقوقها. والطلاق للضرر أخذت به المحاكم المصرية بشرط إثباته وبشرط صعوبة الحياة مع هذا الضرر، فإن لم تصل إلى ما تريد عن طريق القضاء كان اللجوء إلى حكمين يتوسطان للصلح وإزالة الضرر، فإن لم ينجحا كان الطلاق. وأنصح قبل اللجوء إلى القضاء أن تحاول الزوجة نصح زوجها عن سلوكه هذا، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك بتوسيط أهل الخير في هذا النصح لعله يرجع عما هو فيه. فإن لم يرجع فلها الخيار بين أن تطلب الطلاق من القاضي وبين أن تصبر على العيش معه إذا كان الطلاق سيضرها ضررا أكبر. والصبر في مثل هذه الحالة له ثوابه العظيم إن شاء الله. وأتوجه بالنصح إلى الزوج المشكو منه أن يرجع عن سلوكه هذا، وهو عصيان لله وعقابه شديد وله أثره السيء على حياته الزوجية وعلى أولاده، وهو مسؤول عنهم أمام الله سبحانه. والله أعلم.